السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مع حضراتكم محاضرات مادة التصميم المنطقي. أذكر بالمحاضرة بدينا بتفاصيل الفصل الثاني، شرحنا عن أنظمة الترقيم، شرحنا عن السيف الأعداد اللي يمثل كل نظام من أنظمة الترقيم. بعدين مرينا على طرق التحويل من نظام ترقيم إلى نظام ترقيم آخر. أيضاً طريقة مختصرة للتحويل من الديسمال إلى الباينري، من الباينري إلى الديسمال، مثل ما ذكرنا بالمحاضرة بالسلايد السابق. لما يجيني 1 1 0 0 1 1، هذا 1 2 4 8 16 32، هذا يؤخذ 1، هذا يؤخذ 2، هذا يترك، هذا يترك، اللي هو 4 8، آخذ 16 وآخذ 32، أجمع 32 زائد 16 زائد 2 زائد 1، النتيجة 51 بالديسمال. فحصل تحويل 110011 بالباينري هو 51 بالديسمال. الآن عشان نتحول من الديسمال إلى باقي أنظمة الترقيم. فيما مضى بالمحاضرات أخذنا عشان نتحول من باقي أنظمة الترقيم إلى الديسمال، مرينا بالقانون، مرينا بطرق سريعة للتحويل باللي يخص الباينري. الآن عشان نتحول من الديسمال إلى باقي أنظمة الترقيم، نحول من ديسمال إلى باينري، من ديسمال إلى هكسا، من ديسمال إلى الحالة الاعتيادية. يعني من يجيني الرقم قد يكون الرقم فقط انتجر، وإنما انتجر وفراكشن، فأعزلهم إلى جزئين، أقسمهم جزئين، جزء الانتجار العملية على حدة وإلى قانون يخصه، وجزء الانتجار العملية على حدة وإلى قانون يخصه، بعدين أجمعهم سوي. شنو أحول من ديسمال إلى باينري؟ طالما دا احول الى باينري فاقسم على البيس اللي هي 2. اذا دا احول من ديسمال الى اوكتال ديفايد باي 8، اذا من ديسمال الى هكسا ديسمال ديفايد باي 16. فلو كان عندي رقم 13 من ديسمال واريد احوله الى الباينري، اقسم على 2، اقسم على 2، اخذ الانتجر مالت القسمه والفراكشن المتبقي الريمينر ينزل جوا. 13 تقسيم 2 بها 6 ويبقى 1، الواحد ينزل لي جوا. هسه ارجع اخذ ناتج القسمه، 6 تقسيم 2 بها 3 ويبقى 0، 0 ينزل لي جوا. 3 تقسيم 2 بها 1 ويزيد عندي 1، الواحد ينزل لي جوا. اخذ الواحد تقسيم 2 صفر والباقي 1، 1 ينزل لي جوا. نقطة جدا مهمة، هذا الناتج مالت الانطلاق، ناتج تحويل 13 من ديسمال تقابل لي بالباينري 1 1 0 1. انتبهوا وياي، أول رقم بالقسمة يكون الآحاد، آخر رقم بالقسمة يكون الموست سيجنيفيكانت بت. أول رقم يكون الـ least significant بت الآحاد، آخر رقم يكون الموست سيجنيفيكانت بت اللي هو أعلى رقم بالباينري. شو وقت أتوقف بعملية القسم باللي يخص الانتجار والكسور، باللي يخص الانتجار استمر بالقسمة إلى أن أوصل إلى الصفر. فهنا من قسمت ذات 6 استمريت، 3 استمريت، 1 استمريت، من وصلت إلى الصفر أتوقف. إذا شرط التوقف عندي divide by 2 process stops when quotient reaches 0. هذا اللي يخص الانتجر، الفراكشن التعامل وياها تماما مختلف. هذا الاسلوب نفسه يعتمد بالتحويل من الديسمال الى الاوكتال، اقسم على 8 ناتج القسمه، الباقي اجيبه هنا، اقسم الناتج على 8 تطلع لي نتيجه، والباقي القسمه اجيبه هنا، وهكذا استمر الى ان اوصل الى الصفر. من عند احول الى الهكسا اقسم على 16 يطلع عندي ناتج ومتبقي، المتبقي ينزل والناتج ارجع اقسمه واستمر الى ان اوصل الى الصفر. هذا الموضوع راح امر عليه مرور سريع، لان تفاصيل هذا الموضوع ناخذها بفصول لاحقه من محاضرات لاحقه، لكن لبيان عمليه التحويل من الديسمال الى الباينري ومن الباينري الى الديسمال ارتأيت انه اشرحها احنا من هذه الديفايسز اللي حنشرحها قلنا في محاضرات لاحقة، تستخدم للتحويل كديفايس، تستخدم للتحويل من الديسمال إلى الباينري ومن الباينري إلى الديسمال. الإنكودر
translates from decimal to binary. جهاز يحول من الديسيمال الى الباينري. هذا الانكودرز ويوجد باحجام مختلفه. الديكودر يحولني من الباينري الى الديسيمال. فناخذ مثال مبسط عن التفاصيل. هذا الديكودر ناخذها بمحاضرات جايه ان شاء الله. راح افترض ان عندي رقم يجي بالديسيمال اشبه بالكالكوليتر، الارقام من الصفر الى حد التسعه. هذا الديفايس اللي هو الانكودر اللي يحولني من الديسيمال الى الباينري. فمثلا لو كان عندي رقم صفر راح يعطيني هنا صفر بالباينري 0000. لو كان عندي هنا رقم خمسه راح يعطيني خمسه بالباينري 0101. يدخل لي الرقم في الديسيمال يطلع لي الناتج بالباينري. لو كان عندي رقم سبعه راح يعطيني 0111. لو كان عندي رقم ثلاثة راح يعطيني 0011 وهكذا. أي رقم بالديسيمال يدخل على الإنكودر راح يحول لي من الديسيمال يعطيني الإكوفلنت باينري نمبر. هذا الإنكودر عكسه تماما الديكودر. الديكودر يدخل له باينري نمبر يعطيني الديسيمال إكوفلنت. هذا هو الديكودر. ناخذ تفاصيله لاحقا. هذا عبارة عن ديفايس نسميه 7 سيجمنت ديسيبلين. عبارة عن ديفايس تعوض للرقم اللي بالديسيمال. هذه اشبه بالشاشة اللي موجودة بالكالكوليترز وبالساعات الرقمية اللي تعرض الارقام من الصفر الى التسعة. وقسم الكالكوليترز الساينتفك كالكوليترز تعرض ايضا الاحرف A B C D E F اذا تتعامل ويا الهكسر. نروح ادخل الرقم بالباينري هنا يعرض لي صورة الرقم بالديسيمال. هذا الديفايس اللي هو الديكودر راح يحول لي رقم من الباينري الى الديسيمال، وهذا الديفايس قام بعرضه. فمثلا اذا اعطيت 0000 هذا راح يعطيني قيمته بالديسيمال اللي هي 0. لو اعطيت رقم 1 هذا راح يعطيني قيمته بالواحد، وهذا الديفايس راح تعرض لي برقم 1. لو اخذنا رقم 2 بالباينري 0010 اللي هو رقم 2 10 يعرض لي هنا قيمته رقم 2. رقم 11 اللي هو يكافي لي 3 بالديسيمال، فمن اعطي رقم 0011 بالباينري راح يعرض لي قيمة 3 بالديسيمال. رقم 4 وهكذا الارقام. اي رقم هنا اعطي بالباينري ما بين الصفر والتسعه هذا الديكودر راح يحوله الى قيمته بالديسيمال ما بين الصفر والتسعه وراح تعرض لي اياها هذه الديفايس. شلون احول الرقم من الديسيمال الى الهكسا؟ بنفس الطريقه اللي حولنا بها الرقم من الديسيمال الى الباينري نحول بها الرقم من الديسيمال الى الهكسا، بس نقسم على 16 مو على 2. ديفايد باي 16. فمثلا عندي رقم 47 بالديسيمال، انتبهوا ان المفروض النتيجه ما تنقسم. طالما عندي من بيس صغير الى بيس كبير المفروض الرقم يطلع عندي اقل من 47. 47 تقسيم 16 فيها 2 ويزيد عندي 15. ال 15 في الديسيمال هي تكافئ لي الاف بالهكسا. فاذا 47 تقسيم 16 فيها 2 ويزود عندي اف تنزل الاف. ارجع للمتبقي 2. 2 تقسيم 16 فيها 0 ويزيد عندي 2، ال 2 تنزل. فاذا شو كنت اتوقف؟ اتوقف من اوصل الى 0. فال 47 بالديسيمال تكافئ ل 2 اف بالهكسا. انتبهوا اول ناتج هنا ليكون الاحاد واخر ناتج يكون اكبر رقم. اول واحد يكون الليست سيجنيفيكانت ديجيت، اخر رقم يكون الموست سيجنيفيكانت ديجيت. ايضا اتوقف من اوصل للصفر. هنا مثال اخر يوضح العمليه. شلون احول رقم 41 من الديسيمال، مره احوله الى الباينري ومره احوله الى الهكساديسيمال. راح نشوف شلون احوله الى الباينري. 41 بدي احوله الى الباينري، راح اقسم على 2 ب 20 ويزيد 1. اقسم على 2 ب 10 ويزيد 0. ال 10 اقسمها على 2 بها 5 ويزيد 0. 5 اقسمها على 2 بها 2 ويزيد عندي 1. 2 اقسمها على 2 بها 1 ويزيد عندي 0.
واحد تقسيم اثنين صفر يزيد عندي واحد، ايضا توقفت ووصلت للصفر، والارقام اقراها من جوالي فوق، واحد صفر واحد صفر صفر واحد، هذا الواحد يجي هنا، هذا الصفر يجي هنا، هذا الصفر يجي هنا، وهكذا. هذا الليست سيجنيفيكانت، هذا الموست سيجنيفيكانت. دائما اخر رقم اللي انتهي به بالصفر يكون الموست سيجنيفيكانت بت، اول رقم يكون الليست سيجنيفيكانت بت. هذه عمليه القسم اللي اشرحها. لو اريد احولها للهكساديسيمال نفس الرقم 41 قسمة على 16 ب 2 ويزيد عندي 9، 9 نفسها بالديسيمال نفسها تستخدم بالهكسا فتبقى 9. بينما اي رقم اكبر من 9 اذا 10 فاعوضه بمكان اي، اذا داش ب 12 سي 13 وهكذا. يزيد عندي 2، 2 تقسيم 16 صفر ويزيد عندي 2، وايضا اقراها من جوالي فوق، هذا يكون اللي سيجنفيكانت ديجيت، هذا مو سيجنفيكانت ديجيت. فال 41 بالديسيمال يكفي لي 29 بالهكسا. احنا انتهينا من الجزء الخاص بالانتجار، الان نستكمل بالجزء الخاص بالكسور. لما الرقم اللي يجيني بكسر، قلنا نفصل جزئين، جزء انتجار وجزء كسر. جزء الانتجار تعلمنا شلون نحوله اذا كان للهكسا او للباينري، نفس الشيء اذا كان للاوكتا، قسم على 8 الى ان ننتهي بالصفر. احنا اذا كان الرقم المعطى لي كسر، شلون نتعامل ويا جزء الكسر؟ مثلا يجيني رقم والكسر اللي يبيه على سبيل المثال 0.6875، واذا حول الرقم للباينري. نفس الخطوات بس معكوسه تماما اللي يخص الانتجر. بالانتجر من اريد احول الباينري اقسم على 2 الى ان اوصل للصفر واخذ متبقي القسمه. هنا اضرب في 2 واخذ الانتجر مال حاصل الضرب واستمر بالقسمه، اما استمر بالضرب اما الى ان اوصل للصفر او في بعض الاحيان ما اوصل للصفر. فاخذ عدد من المراتب يكاد يكون معقول لتمثيل الرقم، مثلا بالنسبه للباينري فالخمس ست مراتب، للاوكتال فالاربع مراتب، للهكساديسيمال مرتبتين او ثلاثه تكون كافيه لتمثيل الفراكشن فلات. فمثلا 0.6875 اريد احولها للباينري اضربها في 2 حيصير الناتج عندي 1.375، اخذ الواحد كانتجر والمتبقي 0.375 ارجع اضربه في 2 0.375 يصير 0.75، الانتجر مالته صفر والفراكشن 0.75 ارجع اضربها في 2 الناتج يكون 1.5، الواحد اخذه والنص ارجع اضربه في 2 نصف في 2 يصير عندي 1 والمتبقي صفر. اللي هنا طالما وصلت الى الصفر اتوقف، في بعض الاحيان الرقم ما يكون عندي نصف فاضربه في 2 يصير 1 بكسور يستمر. فاخذ 4-5 مراتب بعد الفارزه تكون كافيه. فحاصل تحويل 0.6875 ديسيمال الى الباينري هو 0.1011، نحو هنا اقرا رقم من فوق لجوا، من البدايه يكون اعلى قيمه واخر واحد يكون اقل قيمه، وايضا الفارزه نفسها تكون، يعني من ابدي اول رقم ابدي بعد الفارزه، يعني هذا الواحد ينوضع بعد الفارزه. نفس العمليه هذه للهكساديسيمال اضرب في 16، اخذ الانتجر والفراكشن مالته ارجع اضربه في 16 واستمر اما الى ان اوصل للصفر او لما اخذ عدد معين من المراتب يكاد يكون كافي ومعقول لتمثيل الرقم، وهكذا الاكثر اضرب في 8. الان لو كان الرقم عندي هو 41.6875، ال 41 حولناها على حده قسمنا على 2 الى ان وصلنا للصفر، وال 0.6875 ضربناها في 2 الى ان وصلنا الى حد كافي من المراتب. الان اذا كان الرقم هو كامل مو فقط 41 او 0.6875، كان الرقم هو كله 41.6875، راح ادمج الجزء الخاص بال 41 مال باينري ويا الجزء الخاص بالكسر مالت الديسيمال، فيكون حاصل تحويل 41.6875 هو 101001. هذا الجزء الخاص بال 41 والجزء الخاص بال 0.6875، هذه الفارزة موجودة 1011 1011، وهكذا بالنسبة للهكسا والديسيمال. أخذ الانتجار على حدة أقسم على 16، أخذ الفراكشن أضربه في 16
ما تجي تحويل منها، ما تجي تحويل منها، ادمجهم سويا بدون تداخل. الفاصل بيناتهم هي الفازه اللي تغزل الانتجر عن الفانكشن. ملاحظه، هذه الملاحظه ايضا تخص الارقام بالباينري. اذا اردت احول من ديسيمال الى باينري، احنا وجدنا طريقه سريعه للتحويل من الباينري الى الديسيمال دون المرور بالقانون الطويل مع الارقام وضربها والاسس. هنا كذلك حتى احول من ديسيمال الى باينري استخدم نفس القانون. يعني من يجيني رقم 57 بالديسيمال مطلوب مني تحويله الى الباينري، بدل ما الجا الى طريقه القسمه واستمر بالقسمه الى ان اوصل الى الصفر، أنا ممكن اجي اقول 57 شو تمثل؟ 2 اس جد يساوي لي 57. فاذا كان الرقم بالضبط يكفيني، اذا ما كان راح يكون بين رقمين. فمثلا ال 57 اذا اخذت 2 اس 5 هي 32، واذا اخذت 2 اس 6 هي 64. ال 57 صايره بين ال 64 وبين ال 32. ما اقدر اخذ 2 اس 6 وهنا المدينة الستة يمثل لي سادس موقع، يعني أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف يكون هذا الموقع، ولا 2 أس 5 هي فشي بيناتهم. هذا ما أقدر أخذ لأنه يكون أكبر من 57، وهذا ما أقدر أخذ لأنه يكون أقل من 57. فأبدي بالآتي خطوات العمل: 57 هي بين 32 وبين ال 64، أكيد ال 64 ما أقدر أخذها لأنه حجمها كبير أكبر من 57. إذا ال 57 بضمنها موجود عندي 32. فالأرقام 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس 4، 2 أس 5. 57 بضمنها موجودة 32؟ نعم بضمنها موجودة 32. شو اللي يتبقى من ال 57؟ يبقى عندي 25. هسا أجي للمرحلة اللي بعد 16 اللي هي 2 أس 4. ال 25 بيها 16؟ إي بيها 16. فأخلي 1. فصار عندي 32 و16 48. كم بقى من 57؟ 57 ناقص 32 ناقص 16 بقى 9. اجي للمرحلة اللي بعدها اللي هي 8 اللي هي 2 اس 3. ال 9 بيها 8؟ نعم بيها 8. خلي 1. كم بقى من 57؟ 57 ناقص 32 ناقص 16 ناقص 8 يبقى عندي 1. اجي على اللي بعدها اللي هي 4. ال 1 ب 4؟ لا ما بي 4، ال 4 اكبر. إذا بخلي صفر. الواحد بي 2؟ لا ما بي 2، أيضا أخلي بي صفر. الواحد بي 1؟ إي بي 1، أخلي مكانه 1. ف 57 ناقص 32 ناقص 16 ناقص 8 ناقص 1، الناتج صفر. فإذا 57 حصل جمع ال 32 وال 16 وال 8 وال 1. فالباينري إيكوفلنت مالت 57 هو 1 1 1 0 0 1. بمعنى اخر اشوف يا ارقام هي اسيه للاثنين اقدر اجمعها تنطيني ناتج ال 57. ودائما ابدي بالرقم المساوي او الاقل من الرقم المعطى بالديسيمال. فانا 57 اقرب رقم الى اقل من عنده هو 32. هذا ناتي الى نهايه محاضره اليوم. خلاصة محاضرة اليوم تكلمنا عن التحويل من الديسيمال إلى باقي أنظمة الترقيم، من باقي أنظمة الترقيم إلى الديسيمال. مرينا على طرق سريعة للتحويل من نظام ترقيم إلى نظام ترقيم آخر، مع ملاحظة دائما على الطالب أن يشيك النتائج مالته فيما إذا كانت بالاتجاه الصحيح أو الخاطئ، من أحول من بيس صغير إلى بيس كبير الناتج يكون اصغر، من احول من بيس كبير الى بيس صغير الناتج يكون اكبر. شكرا جزيلا.